التزامه بمجلس الوزراء انه دعوا له اجتماع سريع، فاضطريت انه اصر علي مع الوزير اني اجي اتابع هذا الحدث حتى النهايه، فلذلك ما بقدر له يعني اكون بهيك يعني حدث الا ان يعني اعبر عن هذه المشاعر اللي احنا المشاعر هاي بدنا نحولها الى اكشن خلينا نقول في الميدان بوجود مثل هذا هؤلاء الشركاء. اول شيء احنا الرعاة اللي هو اليو ان دي بي الشريك الرئيسي اللي اطلق هذا الدليل لحوكمة عمل الجمعيات، يعني نشكركم جدا وانتم يعني اكثر من شريك بصراحه، وهلا بعد شوي راح احكي لكم انه شو دار الحديث بيننا وبين الست ماجده عن العمل المستقبلي مشان تطوير هذا العمل، وانه نستفيد اللي هو تو ماكسمايز يعني الافشنسي بموضوع التمويلات للجمعيات وغير الجمعيات، انه يكون في شويه عداله، يكون في كرايتيريا محدده بكل المنابر والصناديق التمويليه اللي هو الدعم يعطى حسب الانجاز وحسب البيرفورمانس في الميدان. شكرا يو ان دي بي على كل الدعم اللي احنا يعني بتقدموا لنا والشراكه الحقيقيه اللي قائمه بيناتنا وكل الستاف يعني من حضرتك اللي هو الان المدير الكانتري دايركتور اللي هو على مستوى البلد وللاخوان اللي هو يعني دكتور نضال اللي هو مدير البروفايل. الشغله الثانيه الجمعيات احنا يعني اكثر هي بالشريك، هي يعني خلينا نقول صانع الحدث يعني بالتوازي اللي هو حتى اكثر من الحكومه، لانه يعني الحكومه اذا بدنا نقول اللي هي بتعمل التشريعات او بتعمل البرامج التنفيذيه وبعض الوزارات هي وزارات خدميه، ولكن الجمعيات بما انها بتعمل هذا الشيء يعني تعبير صادق على انه فولنتري يعني خلينا نقول افورت اللي قاعد تقدمه يعني هو جهد مضاعف يعني يقدر بشكل كبير، واحنا بصراحه ما نشوف حالنا بنقدر اللي هو نكمل ونحقق اهدافنا الا دائما بوجودكم، ولانه بصراحه يعني ما بدناش نظلم بعض الجمعيات لانه صارت كثير الجمعيات، فلا بد كان انه بشكل حاسم انه يكون في دليل لحوكمه عمل هذه الجمعيات. طبعا نشكر اللي هو الاتحاد الجمعيات، طبعا هو زميلنا الاخ عمر يعني من الناس المؤثرين واللي احنا بنسمع مداخلاته، وان شاء الله احنا يعني مفتوحين او منفتحين انه يعني لاي تعاون، واللي لازم يحدث التعاون لتطوير العمل، التعاون موجود ولكن دائما التطوير هو مطلوب لزياده الفعاليه. الان اللي هو قبل مده بسيطه يعني يمكن قبل اسبوعين ثلاث كنا نحن والجهات المانحه في اجتماع وتم اقتراح ان يكون في هناك اليه للتنسيق الجهات المانحه لتمويل المشاريع البيئيه، يعني زي ما بيقولوا ماني توكس اللي هو اذا ما في دعم صحيح الاراده موجوده، المان باور موجوده، النولج موجوده، يعني بضل المال هو صحيح ون فورث يعني الى حد ما، ولكن مرات اللي هي سياره العجال بجوز ما بشكلوش شيء من قيمتها، بس اذا ما بتقدر تمشي بدون عجل واحد فلازم يكون يعني كل المقومات مرات تكون موجوده حتى ان المركبه تسير. فيعني على اهميه كل المواضيع الثانيه لان التمويل واحد من اهم الاشياء اللي لازم تتنظم اضافه الى المواضيع الثانيه، فنحن الان بصدد وضع اليه لتنسيق جهود المانحين لكل الجهات البيئيه، ومن امبارح كنا في اجتماع للاسف اعتذروا عن اليو ان دي بي لانهم انشغالهم كانوا بحدث اللي هو بشمال الاردن مع السفاره السويديه، شفت يعني الايفنت انا بالميديا عرفت ليش اعتذرتوا، بس كان اجتماع عاصف وانا لسه بحكي للست ماجده يعني حتى احنا كوزاره كبيره كنا شويه يعني الكلمه تف ثقيله شوي، ولكن كنا يعني متشددين انه في ان تكون هاي الاليه معبره عن احتياجاتنا الحقيقيه اللي هو كحكومه كجمعيات كاحتياجات وطنيه، دعني اقول اللي هي لانه انا مش بس الحكومه هي اللي تشتغل بالبلد، تشتغل الجمعيات والقطاع الخاص مؤسسات مجتمع مدني اخرى، كل هذول الناس بيشتغلوا، اذا هي احتياجات وطنيه اللي هم ومش دائما الجهات التمويليه هي بتمول لانه يعني من او احنا لازم دائما هيك يعني نفكر انه هي بقدموها لانهم هم حابيننا كثير او لا، هي ممكن في بعض الاحيان التزام على اعمال احنا بنقوم فيها ونتلقاها ويعني ما
واحدة منها اللي هو إحنا neutralizing agent بالمنطقة سوري يعني. وهذا الإشي إنه لازم إن المجتمع يوقف معنا حتى نقدر نقوم بهذا الدور. فالجهات المانحة مش كله من اللي بتقدمه، فلذلك لازم نحط معايير ونحط كرايتيريا ونحط آلية للتنسيق. إحنا ما بنفضلش كثير بهذا الموضوع، ولكن على الأقل نحط آلية اللي إحنا نقدر نستفيد بالحد الأعلى اللي هي من هذه المشاريع. ضمن هذه الآلية هو ستيب وايز راح يكون الإشي، يعني واحد بيقدم مشروع لو راح يكون في بلاتفورم للجمعيات، حتى الست ماجدة بتشير إلى إنه في بروبوزل موجود بالرئاسة اللي هو تبي أدابتد. إحنا هلا بدنا نركز اليوم على عمل الجمعيات. البلاتفورم هذا لازم المشاريع هاي تمشي فيه بروسيس وايز، بعدين ينعرض اللي هو بوجود الحكومة وممثلين عن الجمعيات شو البريوريتي، هل هذا يقع ضمن البريوريتي عشان ما يصيرش في اوفرلاب، عشان ما يصيرش في دوبلكيشن، مش واحد اللي هو بياخذ عدم واخذ على شغله واحد لانه شاطر بالرايتنج او شاطر عنده كوميونيكيشن اربع مرات بياخذ اللي هو مشان يعمل شغله واحده، وواحد بيعمل اربع شغلات بياخذش ولا شيء. فيعني بده يكون في تنسيق، بده يكون في يعني خلينا نقول شفافيه بهذا الموضوع. الاليه هاي ان شاء الله راح اللي هو بعد ما نستكملها نقلها من مجلس الوزراء للجهات المانحه، طبعا هم شركاء معنا بدناش كمان احنا نتغول على دورهم وعلى يعني خلينا نقول الـ القوانين والرولز اللي هم بيستخدموها في هاي الامور، ولكن انه يجب ان يكون واعيين احنا لحقوقنا وواجباتنا بنفس الوقت. طبعا انتم كجمعيات انتم مثل ما حكينا الرديف والسند والسند في اللي هو تطوير العمل البيئي وتنفيذ العمل البيئي. ولسه بنحكي امبارح مع الدكتور احمد شاهد اللي هو الجمعيات اللي وقعنا معاهم اتفاقيات 70 جمعيه مشان موضوع التخضير واللي هو زرعت 10 مليون شجره. بسال انا جماعه الصندوق بقول لهم طيب شو حطيتهم هذول الناس انتم؟ انه بجوز هذول لهم اولويه انهم هم ياخذوا الدعم اكثر من غيرهم، ناس اللي هو يعني بيعملوا يعني الى حد ما قطاع خاص ممكن يقوم فيها هاي الادوار، يعني مش كل انا بقول. فلذلك الان احنا بعاده النظر اللي هو لوضع معايير خاصه بموضوع التشجير، وانه احنا وياك وبدنا نحط حتى نقدر نوصل ونخبر. هلا بدي اسال انا سؤال، 70 جمعيه كم واحد زرع منهم وقديش زرع وكيف احنا بدنا نقيس الانجاز؟ كل هاي الاشياء. سوري اني انا بحكي عن هذا الموضوع، بس هي فرصه اني التقي بهذه النقطه لو نحكي يعني خلينا نقول بالهموم والقضايا اللي هي المتبادله اللي ممكن نحكي فيها. يعني انا مشان ما اطيلش عليكم ونفتح المجال، احنا مكاتبنا مفتوحه لاي يعني انوفيشن افكار جديده اللي هي من شانها انها توحد العمل وتعمل الكوردينيشن اللازم وتطور العمل له على مستوى العمل البيئي بشكل عام وعمل الجمعيات بشكل خاص. واحنا يعني منفتحين على اي خلينا نقول افكار جديده مثل ما حكينا، وجاهزين للتنفيذ بكل الادوات اللي موجوده بين ايدينا. بشكركم، اهلا وسهلا فيكم، ومبروك على دليل حكم في الجمعيات. شكراً عطوفة الأمين العام على هذا، مش عارف شو بدي أسميها، أنا بس عم بقوله يمكن بجامل عطوفته، ولكن دائماً تغذيتك الراجعة بالشكل بالنسبة لي هيك المرجعية اللي أنا بستند عليها لما بدي أتخذ قرار، لما بدي أحكي كلام يخص وزارة البيئة والعمل البيئي، وتحديداً فيما يخص منظمات المجتمع المدني للجمعيات. الآن اسمحوا لي، بعد إحنا استأذننا عزيزتنا وقائدة الجروب الآن السيدة ماجدة، ولكن حتى بدنا نستأذن من دكتور نضال المسير الرئيسي لهذا اللقاء. ساعتزعل رنا مش موجود كويس، فنستأذن الدكتور بعشرة لربع ساعة فقط لا غير، ومن ثم يمكن في